رجع لكم أعزائي المشاهدين في آخر فقراتنا الحوارية. هنتكلم فيها عن الكبير. الكبير ده مفهوم. الكبير، طب نرجع للدين كده نلاقي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصينا دايما إن هو ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا، يعني أو بالمعنى ده أو بالمفهوم ده. أنا مش عايز يعني إيه أغلط في نص الحديث، ولكن لازم المسلم يكون له كبير، يعني يحترم الكبير، يوقر الكبير ويعطف على الصغير. ديننا بيقول كده. ماشي، خلونا نرجع بقى وبعيدا عن الدين، لان احنا برضو يعني يمكن مجتمع متنوع شوية، مسلمين ومسيحيين كلنا كده على بعض كتلة واحدة. كان عندنا كبير العيلة عند المسيحيين والمسلمين والمصريين كلهم. كبير العيلة ده عميد العائلة، كانوا يسموه كده عميد عائلات كذا. لما تحصل جوازة ما ينفعش يبقى مش موجود في أي خطوبة ولا كتب كتابه، لازم يعني يدلو بدلو ويحط شروطه، وهو كبير العيلة يتكلم أبو العروس يقعد ساكت. ده كنا زمان بنشوفه، وكنا لما بننزل الشارع كان في كبير الشارع، كانت تحصل مشكلة في الشارع بيرجعوا للكبير والكبير اللي يقوله يمشي. تمام، ما كانش المواضيع يعني بتوصل لإقسام الشرطة والمخالفات. كان زمان في كبير في العيلة، وكان في كبير في الشارع، وحتى كان في كبير في الشغل، ولازم يبقى في كبير. والمثل الشعبي بيقول اللي ملوش كبير بيشتري له كبير. احنا النهارده مع واحد من الكبار بقى، الكبارات بتوعنا، العمده صلاح رفعت مدين، عمده كفر مليج بركه السبع المنوفيه. عمده صلاح، منور الدنيا كلها يا عمده. اهلا بحضرتك، وانا سعيد في هذه القناه، وبشكر حضرتك وبشكر القناه وبشكر القائمين على القناه. لا انت منورنا وعلى راسنا، الله يحفظك، وانت في بيتك يعني مش في مكان غريب. وبالمناسبه دي حضرتك انا بحيي رجال الشرطه طبعا، بعيد الشرطه، وبحيي شهداء الشرطة 25 يناير في موقعة الإسماعيلية. طبعا 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 أكيد. كل سنة وحضرتك طيب. وعايز أسألك سؤال بقى، يعني الكبير ده كان لسه كنت بتكلم عنه في المدينة، يمكن عشان أنا شفت ده كده وأنا صغير برضو، حتى لحد التمانينات كده وأوائل التسعينات برضو كان في كبير في الشارع، وكان في كبير عيلة، يعني الحاجات دي ابتدت تندثر. لكن هل الكبير موجود في الريف وفي القرية، ولا اندثر زي ما اندثر في المدينة؟ لا، موجود حضرتك. موجود الكبير في القرية، واللي مالوش كبير يعمل له كبير. طيب، وهو كبير بقى عشان هو أغنى واحد، ولا عشان هو مثلا في مركز مهم، ولا الكبير ده له شروط كده، ولا في عيلة بيبقى الكبير فيها سلسال؟ العيلة تبقى العيلة. العيلة فيها سلسال. العيلة فيها سلسال. سلسال الكبير. سلسال الكبير. طيب، الكبير ده يورث بقى؟ بيورث. من الأجيال يا لأولاده يا لأخوه، يعني ما تخرجش من العيلة. طب هو كبير بأمارة إيه؟ بشخصيته. ايوه، تعامله مع الناس، بيتعامل يعني تعامله يعني الكبير يعني مثلا عايز اسالك سؤال النهارده. حضرتك في بركه السبع في المنوفيه، يعني منطقه ريفيه اكيد، وفيها زراعه وبتاع، جالك اتنين تلاته مزارعين بيتخانقوا على الميه، واحد فتح الترومبه في اول الترعه وانا في اخر الترعه ما جاتليش ميه، احكم يا كبير، تعمل ايه؟ بجمح، بوفق بينهم. ولازم يجوا لك قبل ما قبل المشكله، مشكلتهم يعني تكبر لاعلى حاجه ثانيه. يعني ما ينفعش يروحوا القسم قبل ما يجوا؟ لا لا، ما ينفعش يروحوا القسم، لازم يجوا لي. طب ولو واحد راح القسم من غير ما يروح الكبير؟ احلها له حضرتك. حتى لو في الاسم اروح وياه؟ لا، انا قصدي على نظرة المجتمع. يعني تخيل انت مثلا حصل بيني وبين اي حد مشكلة ومروحناش للكبير، وروحنا اشتكينا بعض في اقسام الشرطة، دي تبقى عيبة يعني عند الفريق؟ طبعا عيبة، تبقى عيبة في حاجة، فوتنا الكبير. ما ينفعش، هو بيرجع تاني لحضرتك، بيرجع لي هتلف تاني. تلف وترجع، هيلف تاني وهيرجع لي. صحيح، وحل ما بينهم. طيب، عايز اسالك سؤال بقى قبل ما نحل ما بينهم. طب هم راحوا لقسم الشرطه وعملوا مشكلة، هل في تعاون بقى بينك وبين اجهزة فض النزاعات؟ يعني في محاكم وعندنا اقسام شرطه للنزاعات اللي بتحصل بين المواطنين، ده على مستوى الجمهوريه الدوله بتتعهد انها تحل نزاعات المواطنين بطريقه ما اذا ما كانش فيه كبير. المجالس العرفيه، هل في تعاون بينكم وبين الدوله، يعني بينكم وبين وزاره الداخليه في حاله مثلا الطار، في حاله المشاكل الكبيره؟ طبعا. يعني الكبير ده مش بمعزل عن الدوله؟ لا لا يعني لا لا، طبعا طبعا. قبل او حتى هم يعني حضرتك لو هم طبعا سبقوا لاسم الشرطه وعملوا محضر، وعملوا المحضر بتاعهم، لازم الشرطه، لازم رئيس المركز يتصل بحضرتك، يكون متواجد وياهم. يعني لازم يعني برضه تكلمني حضرتك، يكلمك، كلمني واكون متواجد واحل المشكله، واحلها
يحلها في مركز الشرطه يتصالحوا قبل ما المحضر قبل المحضر ما يوصل للمحاكم، المحضر يتقطع يتقطع وكله يمضي على التصالح، كله يمضي على التصالح وعمل لهم الصلح بتاعهم في قلب المركز. الله عليك. طب القدره دي انت جايبها منين؟ اكيد في صفات شخصيه تميزك انك تقدر يعني يكون لك الكاريزما اللي تخليني اقعد اسمعك واسمع كلامك. بص حضرتك، انا يعني طبعا انا ورثتها عن عمي وجدي. ما هو انت وارثها بقى، هتقول لنا بقى. يعني انا جدي عمده، ثم عمي، ثم ابن عمي، ثم اصغر عمده انا، لان انا حضرتك ما كنتش يعني كنت شغال في مجال السياحه 25 سنه. فكنت أنا لازم ارضى ان النزيل اللي جاي وارضيه واعمل له يعني واجب الضيافه، واجب الضيافه، بحيث ان هو حضرتك لما يسافر بلده يدي فكره، يرجع تاني ويدي فكره عن مصر. خدت الحاجه ديت من 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 شغلي، من شغلي، وجيت لقريتي. فبعملها لقريتي بدون مقابل، هبقى في وسطهم اعينهم. طب كويس انك قلت بدون مقابل، عشان يعني ممكن ناس تتبادر لاهانه، يعني ان الكبير ده ممكن يكون هيحل الموضوع. لا حضرتك ده انا ممكن يعني انا في القريه دلوقتي حضرتك ممكن في اي وقت يطلبني اكون. لا انا عايز اقول ان الكبير ساعات بيدفع من جيبه. بيدفع صح؟ طبعا. يعني واحد مثلا فيه خناقه على مبلغ بسيط وانت دافعه من جيبك، يلا خلاص افض المشكله. يعني افض المشكله الموضوع عليها يعني. جميل. طيب عايز اسال حضرتك بقى، المجتمع الزراعي يمكن له خلافات خاصه بعيدا عن الخلافات الشخصيه، تبقى خلافات على المصالح في الميه وحته الارض، وفلان بنى عليا واخد مني مثلا 50 سنتي من الارض، يعني خلافات من هذا القبيل لها علاقه بالمجتمع الزراعي، دورك بيبقى في حلها ايه؟ انا بقى وياه بحلها في الجمعيات الزراعيه، يعني مدير الجمعيه الزراعيه عندي اقعد مع احل لهم المشاكل بتاعتهم، الحاجات الصغيره ديت حاجات بسيطه احلها لهم. انت انا عدد قريتي حضرتك قريه، احنا قريه صغيره يعني العدد مش كتير يعني. لا مش كتير، انا في حدود 10,000 وعندي ارض 400 فدان. كويس. في القريه كلها 400 فدان. القريه كلها 400 فدان. جميل. القريه ديت قريه كلها احنا العيله، عندي عيله مدن عيله كبيره. وبعدين انا حضرتك متواصل مع جميع العائلات الموجوده في القريه. ضروري مش كبير. حضرتك. ومتواصل بالقرى المجاوره جنبي. وعلى مستوى المركز، يعني ليه علاقات هنا او هنا او هنا، حتى لو في خلافات ووصلت خلافات كبيره بعمل حاجه اسمها مجلس عرف، وممكن في بيتي. هو لازم يبقى عندك انت عندي. طبعا اعمله مجلس عرف، وممكن استدعى. سموه ايه بقى، الدوار ولا بسموه ايه القعده اللي عند الدوار حضرتك؟ دوار العمده. دوار العمده. دوار العمده. دوار العمده حضرتك. يعني ويبقى خدمه اهل بيتي كلها على هذا المجلس. يعني اهل البيت وظيفتهم ضيافه الناس اللي جايه واكلهم وشربهم والشاي والقهوه. يا عيني ده مجهود برضه. مجهود ربنا يجازيهم خير. ربنا يجازيهم خير. بحل لهم المشكله بتاع الحاجات الصغيره اللي هي 50 سنتي او ارض زراعيه، واحد بنى على 50 سنتي، واحد جه قال الحد بتاعي ده، جه على الحد بتاعي والكلام ده، اطلع معاه افرق له الحد. ادي لكل واحد حقه، لازم يا حضرتك دي امانه. وما اظلمش، لا اظلم ده ولا اظلم ده. العدل. طب انا هقول لك على واحد دمه تقيل انت ما بتحبوش كده، يعني لما بتعدي عليه وانت كبير حتى لا بيقول السلام عليكم ولا بينزل رجله، وجالك في يوم وهو بجد مظلوم، اتصرف معاه ازاي؟ اجيب له حقه. واضيفه. حتى لو انت اصلا يعني حتى لو انا ما بحبوش. ولا هو بيحبك. ولا هو بيحبني، اضيفه. ما اصل لازم هيطلع له واحد ما بيحبوش. ما هيطلع لي بس هو هيعرف هو مش ما بيحبنيش. يعني هو مثلا ما بيحبنيش، بس انا لما اضيفه يعرف ان انا عملت معاه واجبه وجبت له حقه. طب انا عايز اسالك سؤال. الكبير يعني يفترض ان انا حتى لو ما بحبوش ابقى عارف ان انا اذا رحت له حقي جاي. بروح له. انا ممكن حضرتك انا بعد مشاكل بروح لها بيتها. انت عارف ان الناس دي ما بتحبكش. وعارف ان انا بروح له بيته واخبط عليه. ليك حق هجيبهولك. وليك حق اجيبهولك. الله. ويضيفني. طبعا. ويرحب بيا. خلاص ما حركته بذوقك وادبك. لازم اروح له واخبط عليه. يعني انا ما اسيبش مشكله الا ما تنحل. طب انا عايز اسالك سؤال.
حضرتك بتقول اخدت حكايه الكبيره دي بالوراثه، ويمكن اكيد حضرت جلسات عرفيه مع جدك او مع عمك او مع ابن عمك اللي كانوا اكبر منك. ايه الفرق بين الجلسات العرفيه زمان والنهارده في شكلها حتى في في في, في الكلام اللي كان بيتقال فيها؟ هل الجلسات زمان كانت بتبقى زي اللي بنشوفها في التلفزيون كده ويحكموا على فلان والحاجات دي، ولا ما زال موجوده حضرتك؟ يعني نفس المشهد موجود ولا اتغير الشكل شويه؟ نفس المشهد موجود حضرتك، بس يختلف شويه. ايه الاختلاف بقى من زمان ودلوقتي؟ اختلاف حضرتك النهارده، انا مثلا النهارده الاجيال، اجيال جدي واجيال كان في توافق جامد، وما زال النهارده برضه في توافق. النهارده الشباب في انفتاح النهارده حضرتك. نفترض ان في شابين اتنين يعني من الشباب متخانقين مع بعض، ده ليه فكر وده ليه فكر، احنا بقى بنخش نفصف الامور دي كلها ونقعد معاهم ونقعد مع ده ونقعد مع التاني لغايه ما يقتنع، هو يقتنع ان في في كبير للبلد وفي ناس كبار في البلد ويحترموا ويحترموا المجلس. طب انا اسالك سؤال برضو، ما تدينا سر المهنه كده، يعني قول لي انا مثلا لو قعدت مع اتنين صحابي وجابوني كبير وهم الاثنين مش عليلين وقالوا لي تعالى يا محمد يا تركي احكم ما بيننا، اديني سر الصنعه. بص حضرتك، ازاي اهديهم وما خليهمش يقوموا ياكلوا بعض وهم قاعدين كده، وازاي امنع ان هم يحتدم الحوار واحنا قاعدين احنا الثلاثه بنتكلم؟ المجلس العرفي ده حضرتك مش للكبير نفسه، للعمده فقط في البلد. انا بستعين برؤساء العائلات اللي موجوده في البلد. يعني انت ككبير كمان بتجيب الكبارات بتوع اللي عاملين المشكله. يعني مش بتسيب اتنين يقعدوا يتخانقوا قدامك، لا انت بتجيب كبيره. بجيب كبيره. تجيب كبيره وده كبيره وده يجيب كبيره وده كبيره ويقعدوا. قبل ما اقعد قبل ما اقعد معاهم الاول بيبقى ان احنا نعمل ورق الاول، ده يمضي على ده يمضي على ده عشان يحترم المجلس اللي قاعد. اسمع من الطرف ده واسمع من الطرف ده حضرتك. يمضوا على ايه بقى؟ يمضي على مثلا على ورق، يعني المجلس احنا بنعمل حاجه اسمها محضر جلسه عرفيه. ده يمضي عليه وده يمضي عليه، يحترم المجلس اللي قاعد. يبقى عشان يبقى قاعد. هل بيقر في هذه الورقه ان هو سوف يلتزم بما يعني يقوله الكبير في القعده دي؟ يقر. احنا بنكتب الكلام ونطلعه ونقراه عليهم على الموجودين، سواء ده الطرف ده والطرف ده موافق على الجلسه، يقول لك انا موافق على الجلسه. مش موافق قوم. مش موافق خلاص، مع السلامه. ما تعطلناش بقى. واسمع للطرف اللي هو الاولاني والطرف الثاني ما يقدرش. طب انا عايز اسالك سؤال، بتسمع لمين الاول، للمدعي ولا للمدعي عليه؟ للمدعي عليه. المدعي عليه. واسمع للمدعي، الاثنين لازم اسمع، لازم اسمع من الطرفين. وبعد كده نلخص الموضوع في الاخر خالص في غرفه مغلقه بيننا وبين بعضنا. انت والكبار ولا احنا والكبار؟ انت والكبار. والكبار وبنقرر، وهم يقروا على كده ويمضوا على كده. والرجاله قاعده شاهده، الاهل البلد اللي ما لهمش في النزاع اصلا قاعدين شاهدين. بس قاعدين شاهدين، يعني مثلا ده جاب لي شاهد وده جاب لي شاهد. اسمع الشاهد ده واسمع الشاهد ده حضرتك. وبعد كده اصطلحوا، اخد المدعي عليه او اخد اللي هو التاني المدعي عليه، اخده يزور بيته ونبقى معاه، واحنا ناخد ده ويزور بيته ونبقى معاه. الله عليك، يعني ده انت كمان قدم الخدمه كامله. فول سيرفيس، يعني مش بس تصالحهم في القعده، لا ده كمان تطمن ان ده زار ده وده زار ده. وبعدين حضرتك المجالس العرفيه معترف بها في المحاكم. انا عارف طبعا طبعا. يعني حضرتك احنا بنقدم حتى لو هو وصل، حتى الطرف السعيد والحاجات دي بيجيبوا الكبير هو قاعده عرفيه، ووزاره الداخليه ساعات بتعمل قعدات عرفيه تصلح بين العائلات. لو حضرتك وصل للمحاكم وجيت مثلا خد في اخر حاجه خالص، خلاص خد حكم نهائي، برضو احنا بيوصل لنا احنا، واحنا نحل المشكله ونوصلها للمحكمه ونوصلها لها. حتى اذا طلع فيها حكم، حتى لو طلع فيها برضو ممكن تخلصوها بينكم، نخلصيها برضو وتخلص في المحكمه. الله الله، ايه الجمال ده. طبعا احنا طبعا مش بنتكلم بقى على قضايا فيها سرقه وفيها جنايات وفيها بتاع، لان دي كل واحد غلط لازم يعني لا انا ياخد جزاله. ما اعتقدش ان في كبير هيتدخل في الموضوع ده. لا السرقه والحاجات ديت لازم يبقى ده قانون، لازم ياخد تاخد عليه القانون. طب والقتل؟ والقتل يتاخد على القانون، تاخد عليه قانون. ما تتدخلش انت في الموضوع. لا اتدخلش فيه. طيب خلينا اسال حضرتك برضو، حضرتك بتتكلم النهارده عن بركه السبع وعن المنوفيه، وخلينا نتعرف برضو منك كده على اخبار الزراعه هناك ايه بقى. انت اكيد برضو ليك ارض وفلاح برضو. الزراعه حضرتك
الفلاح بيعاني. انا عندي مثلا الترع، تطهير الترع، تطهير الترع، التطهير ده حضرتك انا بطهر الترع النهارده، كان زمان حضرتك في ايام جدي وايام عمي والارض بتاعتنا كان بيبقى فيه بعض الحشائش والطمي في الترع، نحش الحشائش ده حضرتك ونركنها على جنب تنشف، وناخد الطمي ده نحطه في الارض ونعمله بسباخ للارض. طب كويس. النهارده بقى حضرتك كانت حاجه كويسه يعني زمان، حاجه كويسه جدا. النهارده بيجي طهر الترع حضرتك مليانه اكياس من الاكياس اللي الزباله اللي هي النايلون. طب انا حضرتك طهرت الترع وجيت على الجسر حطيت حطيت التطهير بتاع الترع مليانه الاكياس ومليانه مخلفات ومليانه ومليانه، حضراتكم عارفين ان الكيس الاسود ده يعني بيبوظ، بيبوظ الطرق، ده تلوث، تلوث رهيب رهيب حضرتك. وما يتحللش، بيتحلل في 200 سنه و250 سنه يعني لو الحديد يتحلل. صحيح، يصد ويبقى بودره حضرتك بلاستيك اتحللش. يعني حضرتك انا النهارده اما اجي اطهر ترع النهارده حضرتك واحطها على الجسر النهارده، احطها على الجسر النهارده، بضيق الطريق للفلاح اللي هو ماشي. النهارده الميه تبقى موجوده صحيح فعلا بس ما توصلش للاخر، ما هو من المخلفات المحطوطه. ليه انا النهارده يعني انا يعني المسؤولين في الرايه حضرتك، انا اطهر واخد التطهير اللي هو على الشاطئ ده كل ده احطه في 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 القمامه. يبقى انا طهرت الترعه وبدل ما طهر الترعه كل ست شهور اطهر كل ثلاث سنين او وبعد كده يبطئ ابطن ال. طب ما احنا عايزين نسال سؤال برضو، طب وايه دور الكبير بقى النهارده في ان هو كمان الترعه دي ما تتلوثش تاني؟ بجري، ما هو أصلاً بجري للري، الري يطهر وتيجي المواطنين يرموا الزباله ويرموا الجثث بتاعه الحيوانات بتاعتهم في الـ في الـ في الـ في الـ ما انت جاي بقى حد ده جايه بقى يعني الفروع دي جايه من بعيد برضو، جايه فرع في القريه نفسها. جاي من بلاد الزباله دي، جايه من بلاد تانية، من بلاد تانية ماشيه عايمه حضرتك. كل ما انطهر نعمل تلاقي كده. يعني حضرتك برضو انا بجري، برضو بجري للري والمسؤولين في الري، وبجري يعني انا يعني مش ساكت على الحته دي برضو حضرتك. طيب عايز اسال برضو سؤال، يمكن الكبير والجو ده، يمكن انا اخر جيل بتاع الاربعينات ده اللي هم يعني شموا ريحه الكبير والاعداد دي، انما النهارده ازاي تتواصل مع الشباب بقى اللي هو بتاع الشباب ده؟ الشباب ده الشباب حاجه، الشباب اللي دماغ تانية خالص ده. الشباب حضرتك انا عندي حاجه اسمها رابطة شباب كفر مليك. حلو ده. رابطة شباب كفر مليك قايمة بالمجهودات الذاتية. الرجالة. كلنا. الرابطة. بنسمها كلنا مع بعض، نقدر مع بعض. نقدر مع بعض. نقدر مع بعض. نساعد الفقير. نساعد نجري يعني نساعد نشوف تنظيف تشجير الطرق. نشوف ده محتاج ايه وياهم. عندنا مركز شباب على اعلى مستوى. جميل. موجود مركز شباب، ملعب نجمع الشباب، نشوف ايه مشاكلهم، بيتواصلوا، بنتواصل مع بعض، نبدا كل يوم في الاسبوع نقعد مع بعضنا نشوف ده ايه مشكله الشباب. طبعا الشباب يعني. طبعا طبعا الشباب ده اهم حاجه. عاملين الرابطه دي حضرتك بنجمع فيها دلوقتي حضرتك، جايبين دلوقتي بنشتري قطعة أرض تبرع، بنبرحها لهيئة الأبنية نبني عليها مدرسة. الله الله، هو ده الكبير يا جماعة، ده حاليا هو ده الكبير. طيب وليه عامل مهم الشباب طبعا. خليني برضو خدني كده في زيارة كده لبركة السبع في المنوفية كفر مليج، وقول لي كده ايه هي اهم الاحتفالات عندكم، شكلها ايه، يعني ايه اللي بيختلف عن عندكم عن بقيه الريف؟ احنا بنحتفل بالاعياد القوميه اولا. لا والله. والله يعني مش بس عيد الفطر ولا لا 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 لا، نحتفل بالاعياد العامه 6 اكتوبر، نحتفل بعيد الشرطه. تعمل ايه بقى في الاحتفالات دي؟ بنعمل نجيب اغاني ونجيب واجيب حاجات كتيره واجمع الناس كلها وتبقى حاجه كده يعني حضرتك حاجه كده ايه زي فرح. شغلوا بقى مزيكا وبتاع واغاني يعني النهارده عيد الشرطه، ده عيد مش عيد الشرطه بس، ده عيد المصريين. عيد مصر طبعا. عيد المصريين كلها طبعا. طبعا عيد المصريين كلها يسمع الاغاني هنا. في عيد الفطر حضرتك بنتجمع كلنا في مركز الشباب. الله. في ارضيه النادي، في ملعب النادي. ونقف نسلم على بعض. فسلم عليهم كلهم ونشوف ايه مشاكل القريه نعملها برضه حضرتك، ايه اللي ناقص للقريه نعمله. حاجة حلوة. عندي حضرتك نسبة التعليم عالية جدا.
طبعا خلاص النهارده ما شاء الله طاري عند دكتور لان طالع منها وطالع منها ناس اجيال لوقات وطالع عنده مهندسين ودكاتره طبعا طبعا وفي الوقت ده انا بجري برضه حضرتك في نقطه مهمه جدا برضه انا عندي دكاتره وعندي صيادله بنعمل كل فتره من الشهر بنجيب بطيني بنجيب اسنان بنجيب للغير قادرين للغير لا لجميع البلد وبدون مقابل لجميع البلد لجميع حتى الغني لجميع القريه الله عليك وبدون مقابل ربنا يجزيهم خير كمان اللي بيجوا دول ببلاش دول بدون مقابل وناس متطوعه دكاتره من اهل القريه وكلهم في القاهره في هنا في هنا حضرتك كلنا بنتجمع ونقول مثلا بنذيع قبلها ان في بكره دكتور كذا جاي حمله طبيه للسكر للضغط للبطنه للعظام لكل حاجه يكون موجودين وتلاقي الناس موجوده الله الروح الحلوه دي المفروض ان احنا نشوفها في مصر كلها بجد وبعدين انا عايز اقول حاجه برضو المركب اللي ما فيهاش لله تغرق يعني المثل ده معروف اللي ما فيهاش لله تغرق يعني برضو اللي عامل حسابه ده عايز يكسب من هنا ويكسب من هنا ويكسب من هنا ويكسب من هنا ويكسب من هنا وما فيش لله والله العظيم المركب دي هتغرق اللي ما فيها لله تغرق وغير محصنه من الحسد يعني اي حد يحسده حسد صغنن كده شعاع حسد صغير تلاقيه حياته كلها اتدمرت ليه ما فيهاش بركه ليه ما بيعملش حاجه لله حاجه صغيره لله حضرتك دكتور وربنا كرمك وعيادتك مليانه طول الشهر يومين يا اخي الاهل قريتك لله يا اخي حتى لو اللي جالك غني لا ترد سائل واحد جالك قال لك انا عايز اتعالج عندك ببلاش حتى لو انت عارف انه غني عالجه خد الثواب عشان ربنا يطرح البركه فيك وفي عيالك وفي رزقك وده موضوع مهم جدا عندي برضو حاجه نقطه مهمه عندي جمعيه خيريه حلو الجمعيه الخيريه دي حضرتك للفقير نساعده من ادوات مدرسيه لحوم الاضاحي كلها بنجمعها عندنا في تلاجه كبيره الله حلوه الفكره دي نوزعها طبعا حضرتك نوزعها حضرتك هنا في الناس الفقير ياخد مبلغ شهري من هذه الجمعيه كويس وطبعا انا بشكر القائمين على الجمعيه بسياده اللواء شحاته مدين والقائمين وبقول عم ابراهيم ابراهيم صيام القائمين على الجمعيه بشكرهم شكر جامد لانهم هم في خدمه أهل القرية خدمة لله دي وخدمة لله طبعا أنا عايز أطمن منك على المرأة يمكن المرأة في الريف ظلمها الإعلام وظلمها المجتمع الريفي في وقت من الأوقات زمان وظلمتها برضو المسلسلات يعني دايما بتشوف المرأة الريفية دي مرأة كده غلبانة مرأة جهلة مرأة مش متعلمة مرأة مظلومة مرأة جوزها بيتجوز عليها ستة وعشرة وفي ست متبهدلة خالص هل دي الصورة الحقيقية ولا المرأة في الريف النهاردة بقى لها شكل تاني لها وضع تاني حضرتك احنا عايزين نعرف بقى الوضع ده بشاركها معايا في المجالس العرفية تعرف حضرتك مع ان بقى يعني يقول لك دي قعدة رجالة دي ما فيهاش ستات خالص لا انا عندي مجلس حضرتك عرفي موجود بين بين حريم كمان طبعا هل الرجال عاوز احله لازم استعين بالمراه ان هي تكلم حد منهم بحيث ان يجيب لنا الحلول نقدر نحل تبقى مشاركه معانا القعده دي بتكلفك كام قرص بنادول والله بهزر والله ما بهزر بس انا بقول يعني ان قعده الحريم دي لما تقعد تفك بقى مشكله بين اتنين حريم اعتقد ان الموضوع بقى هيبقى فيه اصوات عاليه وهيبقى فيه انا طول بص حضرتك بتمتص ده ازاي يعني بتدير هذه الجلسه ازاي طبعا لازم تديرها ولازم تضحك في ده ووش ده وده ما تبقاش مكشر لو قلت اسكتوا اسكتوا ولا برضه يفضلوا ماسكين في بعض ستوب استنى الرجاله بتمسك نفسها شويه ستوب ستوب فيش يحترموا الكلمة لأن في رجالة بس احنا ما بيبقاش في وسطنا يعني بنبقى برضه لهم كم معايا قاعدة خاصة يعني بتبقى قاعدة خاصة ليها ظروف خاصة طبعا وأكيد فيها محرم وفيها رجالة برضه موجودة يعني أنا 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 أنا, أنا جت لي مشكلة الساعة 2 بالليل الجرس ضرب عليا الساعة 2 بالليل أنا المدام بتاعتي قالت انزل شوف في إيه أنا قالت لا انزل انزل اشوف انزل بالليل وكان في عزه ساقعه في عزه تلج عشان احل المشكله دي حلتها في الدوار طيب اخبار المراه المتعلمه ايه بقى المراه المتعلمه حضرتك انا عندي حضرتك طبعا القريه فيها نسبه تعليم عاليه عندي منها مدرسين المراه المتعلمه بتهتم بالحضانات في عندي بيدوا دروس بلا مقابل
ربنا يجازيهم خير يا رب. بلا مقابل عاملين مثلا يعلموا الاطفال، يعلموا الاطفال في الحضانات محو اميه حتى عندي عندي الفصل الواحد محو اميه شغال حضرتك عند موجود في القريه فصل واحد. والمراه تدعم في ايه كمان، تساعد في ايه كمان غير محو الاميه والتعليم؟ بتدعم حاجات كتيره، بتدعم معايا في في التعليم، في القران، تحفظ قران حضرتك، تحفظ قران برضو عندي برضو المراه موجوده في القريه تحفظ قران حضرتك. عندي طبعا هو مجرد وجود برضو مرأة متعلمة وسط حتى أمهاتنا وأهلينا البسطاء، بتعلمها برضو مخاطر سرطان الثدي، بتعلمها العادات الصحية السليمة، بتقول لها برضو معلومة مفيدة. أيوة. يعني عايز أقول إن برضو وجود مرأة متعلمة في هذا المجتمع الريفي أمر مفيد جدا، وهذه المرأة لازم تاخد قدرها ووضعها. أنا سعيد جدا إن حضرتك بتحترم المرأة طبعا، وبتاخدها تحت جناحك وبتقعدها معاك في المجالس العرفية وبتاخد بإيدها عشان برضو يكون لها دور. يا عمدة صلاح رفعت، أنا سعيد جدا بوجودك النهاردة، سعيد إن أبقى مع كبير، وأنا سعيد بحضرتك وسعيد بالقناة، و و و وتاني بحيي رجال الشرطة بعيد عيد مصر. أكيد عيد مصر طبعا، وبحيي شهداء الإسماعيلية طبعا، وبحيي رئيسنا السيد عبد الفتاح السيسي. كل سنة وحضرتك طيب، نورتني طيب. العمدة صلاح رفعت مدين، عمدة كفر مليج، بركة السبعة المنوفية، شكرا جزيلا على هذا الحوار الممتع، سعدت أنا أكون مع كبير كبير بجد بقى. شكرا شكرا شكرا. أعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهاردة واستفدتوا بيها، وكل سنة وحضراتكم طيبين. يمر علينا عيد الشرطة ونتذكر تضحيات أبناء الشرطة الشرفاء. كل عام وحضراتكم بخير، لكم منا كل التحية، وإلى أن ألقاكم بإذن الله لكم مني كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.